قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف الحديث عن الوقف على الاسم المتحرك. وذكرنا في اللقاء السابق أنهم يقفون على الاسم المتحرك بخمسة أوجه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك، أو أشمم الضمة أو قف مضعفا، ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا، وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظلا. وقلنا إن هاء التأنيث أو تاء التأنيث أو تاء النقل المتحركة يوقف عليها بالسكون المحض. والاسم المتحرك يوقف عليه بخمسة أوجه: سكنه، يعني أي نقف بالسكون المجرد، أو قف رائم التحرك، قلنا نقف بالروم، والروم معناها الإرادة والقصد، أو أشمم الضمة، أو نقف بالإشمام، والإشمام لا يكون إلا في المضموم، أو قف مضعفا، أو نقف بالتضعيف بشرط ألا يكون موضع التضعيف مهموزا أو معتلا، وأن يسبق بحركة انقف، قف عن التابعة محركة. ثم قال: وحركات انقلة، وهذا هو النقل، لساكن تحريكه لن يحظل، لك أن تنقل الحركة الإعرابية في آخر الاسم إلى الساكن الصحيح قبلها الذي لا يوجد مانع من النقل إليه كما سيأتي. وذكرنا معنى السكون، وذكرنا معنى الإشمام، ونذكر اليوم الروم. وقلنا الروم أصله معناه الإرادة، رمت كذا يعني أردته، رمت السفر يعني أردت السفر. الروم هو إضعاف صوت الحركة، إضعاف من الضعف وليس من التضعيف، لك أن تقول تضعيف صوت الحركة، والمقصود الضعف للحركة. لذلك يتصور النحاة والقراء أن الحركة ثلاثة أجزاء، فيذهب ثلث الحركة، يذهب ثلث الإيه؟ الحركة، ويبقى الثلث، فيقولون إضعاف الحركة، يعني أن يذهب الثلثين، أن يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فهو إضعاف صوت الحركة. ويقول هو أتم في البيان من الإشمام، الإشمام إشارة للضم، نستعين، يراها المبصر ولا يراها الكفيف، ولا أثر لها في السمع لأنه لا صوت لها، فيقول الروم أتم، يقول نستعين. أما عندما أقول الروم نستعين فيه صوت، وإن كان خفيا، وإن كان خفيا. عند النحويين يقولون إن الروم يكون في الحركات الثلاث، في الفتحة والضمة والكسر. وفي الحقيقة الروم في الفتح يحتاج إلى رياضة. لماذا؟ لأن الألف تخرج دفعة واحدة. القراء منعوا هذا الوجه، يقولون إن الروم يكون في المضموم أو المرفوع أو المجرور أو المكسور، ولا يكون في المفتوح، يمتنع في الفتح عند القراء، لأن الفتحة لا تجزأ، الألف إذا فتحنا الفم خرجت الإيه؟ خرج الألف. والروم كالوصل في الحكم، الروم كالإيه؟ الوصل. فلو إن مثلا مالك يوم الدين، وقفنا بالسكون الإيه؟ المحض، نريد أن نقف بالروم، فنقول مالك يوم الدين،
اديني بصوت ايه؟ خفيف. طب ما حكم مد الياء؟ تمد حركتين. لماذا؟ لأن الروم كالوصل، الروم كالايه؟ فلا يجوز أن أمدها حركتين وأربعة وستة، لا، والروم كالوصل. عندي إياك نعبد وإياك نستعين، هذا سكون محو، نستعين هذا روم، نستعين هذا إشمام. طب عند اهدنا الصراط المستقيم، هل فيها روم عند القراء؟ يمتنع الروم، لأن لو قلت اهدنا الصراط المستقيم يقول فتح الفم يأتي بالألف. عند النحاة يقولون هذا يجوز. فإذا كما قلنا ليس كل ما صح لغة صح قراءة، وكل ما صح قراءة صح لغة، هذه قاعدة مهمة للغاية. إذن الوقف بالروم بين النحاة والقراء، النحاة يقولون يجوز بالحركات الايه؟ الثلاث، أما القراء فيمنعونه في المفتوح والمنصوب. لماذا؟ لخفة الفتحة، إذا فتحت خرج الايه؟ الحرف. وكما علمتم ما استقر عليه الأمر الإسكان هو الأصل في الوقف، والروم والإشمام فرع عن الايه؟ عن الإسكان، صارت عملية عكسية. يعني الأول كانت حركة كاملة ثم أتى روم ثم أتى إشمام ثم أتى سكون محض، فما استقر عليه الأمر هو السكون المحض، وبقيت آثار من آثار الوقف بالحركات وهو الروم والإيه؟ والإشمام. الشاطبي رحمه الله صنف بابا أسماه باب الوقف على أواخر الكلم، قال والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه. إذن الإسكان هو أصل الإيه؟ الوقف. قال والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، يعني تعزل الحركة عن الحرف يعود إيه؟ ساكنا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. قال الروم إسماع المحرك واقفا صوت إيه؟ خفي، هو ثلث الإيه؟ الحركة. لمن؟ كل دان تنول، كل واحد قريب يسمعه القريب دون البعيد، كل دان تنول، كل دان مريد للسمع يعني منصت مصغي. قال والإشمام إطباق الشفتين بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. أو نستعين بعيد السكون، يعني بعد الإسكان دون تراخي، ولا صح أن يقول رجل نستعين بعد فترة زمنية، لا، دون تراخي نستعين. والإشمام إطباق الشفتين بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. قال وفعلهما في الضم والرفع وارد، فعلهما تعود على الروم والإشمام، في الضم هذا في حالة البناء، والرفع في حالة الإعراب وارد. ثم قال ورومك عند الكسر والجر والصلة، الروم يكون عند الكسر ده حالة بناء، وعند الجر حالة إعراب. إذن الروم يكون في الكسر والجر، ويكون في الضم والرفع، معنى الضم في حالة المبنيات، والكسر في حالة المبنيات، والجر والرفع في حالة الإيه؟ الإعراب. ثم قال ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملة. هذا هو الفرق بين القراء وبين النحاة، لم يره في الفتح في المفتوح وهو من المبنيات، وفي النصب في المفتوح وهو من المعربات قارئ. إذن جميع القراء اتفقوا على منع، على منع إيه؟ الروم في الفتح، في المفتوح والمنصوب. وعند إمام النحو، من هو إمام النحاة؟ سيبويه عمرو بن بشر. وعند إمام النحو في الكل أعمل، يعني جرى الروم في كل الإيه؟ الروم والإشمام في كل الإيه؟ الحركات. وقيل إمام النحو يقصد بها جميع الإيه؟ النحويين. نذهب إلى التضعيف. ما معنى التضعيف؟
التشديد حرف مضاعف يعني مشدد، يعني هو حرفان في الحقيقة. فالتضعيف تشديد الحرف الذي يوقف عليه، وعلامته شوف حرف السين ده أصل مأخوذ من كلمة شديد. الخليل ابن أحمد رحمه الله قال مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، قال الحرف المشدد حرف شديد وثقيل في النطق، فاختار كلمة إيه؟ شديد، وأخذ منه الرمز السين ده، فالسين هذه اختصار لكلمة شديد. فالتضعيف هو تشديد الحرف الذي يوقف عليه وعلامته هذه السين فوق الحرف، وهو من كلمة إيه؟ شديد. وهل يصلح التضعيف عند الوقف لكل حرف أو لكل كلمة؟ قال لا بد أن يكون الحرف الأخير خاليا من الهمز وخاليا من العلة، وأن يكون مسبوقا بإيه؟ بحركة. إذن التضعيف له شروط، لا بد أن يكون الحرف الأخير خاليا من الهمز أو من الاعتلال، وأن يسبق بحرف إيه؟ متحرك. نأخذ مثال كلمة الجمل. هذا الجمل، اللام صحيحة وليست مهموزة ومسبوقة بفتح، أن يلي حركة، يلي إيه؟ حركة، حركة سواء كانت فاتحة ولا ضمة ولا كسرة، إن صلحت يعني. فأقول هذا الجمل بتشديد الإيه؟ هذا الجمل عند الوقف. هل ورد في القرآن الكريم الوقف بالتضعيف؟ نسب للإمام عاصم رحمه الله أنه وقف على كلمة مستطر في سورة القمر بالتشديد، وهذه قراءة لم ترد في المتواتر إنما هي من الشواذ، فقالوا أنه وقف على كلمة مستطر بتشديد الإيه؟ الراء. قد يقول قائل ما عندنا الإمام حمزة يقول إيه؟ ثلاثة إيه؟ قرو، طبعا أصلها قرو فأبدلت الهمزة واوا فأدغمت في الواو التي سبق، وهذه الكلمة الوحيدة اللي قرو على وزن فعول فيها مادة إيه؟ في الوسط زائدة يعني. فقرو لو قلنا وقف بالتضعيف، هناك باب كامل للوقف عند القراء له ضوابطه وله نظامه، لكن ليس هذا هو المضطرد عند النحويين. دائما القراء يعني أوقفهم أخص، يعني اللغة أوسع من القراءات، اللغة أوسع من القراءات. طب متى يمتنع التشديد؟ لو قلت الحمل يصح تشديد في الوقف ولا لا؟ هذا الحمل، أحسنت، لأن الحرف الذي يسبق الحرف الأخير ساكن، احنا اشترطنا أن يكون محركا. طب كلمة الفتى هل يصح الوقف بالتضعيف؟ لا، لأنه معتل وحرف العلة يعني يعني. طب الخطأ مهموز لا يجوز، إذن هناك موانع من موانع الايه؟ التضعيف. ننتقل إلى الوجه الخامس وهو النقل. ما معنى النقل؟ يقول تسكين الحرف الأخير، تسكينه ونقل حركته إلى الحرف الساكن الذي قبل، هذا معنى النقل. يعني قلنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الراء ساكنة وقفة وقبلها باء ساكنة، كيف ننقل؟ نأخذ الكسرة التي تحت الراء وتنقل إلى الإيه؟ الساكن الصحيح، فيصير الساكن مكسورا وتصير الراء ساكنة وتصب بالصابر. وهذا ما زال موجودا الآن، تجد بعض الناس العصر خذ بالك الفجر، يعني ما زال بقايا الفصاحة موجودة إيه؟ في الناس وإن اختلفت عن الأصل المطلوب. فعندي يبقى إذن النقل هو تسكين الحرف الإيه؟ الأخير ونقل حركته إلى الحرف الساكن الذي قبله. ما الهدف من هذا النقل؟
يقولون بيان حركات الإعراب. أنا إذا قلت وتواصل بالصبر الرأسكين، لا أدري هي طبعا لمن لا علم له العربي، هل هي ساكنة حقيقة ولا هي مضمومة؟ طب العرب كانوا يدركون اللغة، ولكنهم كانوا يريدون إيضاح الإيه؟ الحركة بالنقل، وتواصل بالصبر فتعلم أنها مكسور، تعلم أنها إيه؟ يبقى إذا الغرض بيان حركات الإعراب أو الفرار من التقاء الساكنين. قلت وتواصل بالصبر، الباء ساكنة والراء ساكنة فالتقى، والعرب يعني لا يحبون التقاء الإيه؟ الساكنة، فيفرون بذلك بالنقل، وهذا كلام وجيه معقول، ولكن النقل له شروط. أولا أن يكون قبل الآخر ساكنا، قلنا في التضعيف، قلنا في التضعيف أن يكون قبل الآخر محركا، لا هنا أن يكون ساكنا، لأن سأنقل الحركة إلى الساكن قبله، يبقى أن يكون الحرف الذي قبل الأخير ساكنا. طب قد يكون ساكنا ولا يقبل الحركة، قال لابد أن يكون قابلا للحركة، يعني كلمة فتاة هل ألف هذه لا تقبل الحركة؟ يبقى إذن أن يكون الحرف الذي قبل الأخير ساكنا قابلا للحركة، والمنقول منه يكون حرف صحيح، والمنقول منه يكون إيه؟ صحيح. يعني مثلا عندي كلمة بكر، مول هذا بلاش هذا بكر، وأردنا أن نقف على هذه القاعدة، أصل هذا بكر صح؟ طب كيف نقف؟ نقول هذا بكر، نسكن الراء وننقل حركتها للكاف، نقول هذا بكر. طب مررت ببكر، نقول مررت ببكر، فهذه المواضع صحيحة. وقلنا ورد قراءة شاذة وتواصل بالإيه؟ بالصبر، هذه قراءة شاذة وليست متواترة. قال الناظم رحمه الله: ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا. هنا خلاف بين المدرسة البصرية والمدرسة الإيه؟ الكوفية. ما هذا الخلاف؟ البصريون منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول عنه غير همزة. البصريون منعوا نقل الإيه؟ الفتحة، هنتكلم عن الفتحة، إذا كان المنقول عنه غير إيه؟ همزة. طب الكوفيون يجيزون الوقف بالنقل مع الفتحة والكسرة والضمة مع الهمز الأخير وعدمه، وهو الأولى والأوسع. فلذلك يجوز نقل الفتحة إذا كان المنقول عنه إيه؟ همزة. طب تعالوا ننظر كده، لو قلت رأيت بكر على لغة البصريين ينفع النقل ولا ينفع؟ البصريين لا، لأن صار رأيت بكرا، فيقولون إذا أردنا أن ننقل حذفنا التنوين والألف، ونقول رأيت بكر لا، لازم يكون همزة. يكون يقول لك لا ينفع، تقول رأيت بكر، وقول ضربته الضربة، الكوفيين يقول لك رأيته الضرب، الكوفي البصري يقول لك لازم يكون في همزة في الفتح. طيب، ولذا قال من سوى المهموز، أشار إلى أن المهموز يجوز نقل حركته وإن كان فتحا. فمثلا في القرآن الكريم الخبأ في سورة النمل، يخرج الخبأ، يخرج الإيه؟ الخبأ، لاحظ الباء ساكن وفي همزة، فعلى رأي الجميع أقول رأيت الإيه؟ الخبأ، هو رأيت الخبأ. طبعا لا نتكلم عن القراءة القرآنية، نتكلم لو قلنا مثلا رأيت الخبأ، أو مثلا إيه رأيت الخبأ أو الرد، فعلى الجميع نقول إيه رأيت الخبأ والرد، فيجوز نقل الحركة وإن كانت إيه فتحة. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله: والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. تكلم عن قاعدة معينة، أن الكلمات وردت على أوزان معينة، الأسماء وردت على أوزان معينة،
قد يؤدي النقل إلى وزن لم يرد. يقول: والنقل نقل الحركة إلى الساكن قبلها إن أدى إلى وجود كلمة لا نظير لها في الوزن يمتنع، إلا في المهموز. إلا في الإيه؟ في المهموز. مثلا عندي هذا بشر، بشر على وزن فعل، ماشي، هذا موجود. لو نقلنا الضمة ولهذا بشر تصير على وزن إيه؟ فعل. هذا وزن في الأسماء ليس موجود، لأنه هيأت على بناء فعل وليس موجود. طب مثلا انتفعت بقفل، عند النقل اقول ايه؟ انتفعت بقفل، بقفل. طب هذا يلزم بناء فعل وهو نادر او يقتصر على او مهمل في الاسماء. فيقول ان ادى النقل الى ورود بناء ليس على بناء الاسماء بيبقى ايه؟ هذا يمتنع، الا في المهموس فيجوز فيه. فعندي كلمه هذا ردء، أقول هذا ريدو. ومررت بكف إن، أقول هذا إيه؟ مررت بكف إن، أقول مررت إيه بكفئ. لا يمتنع في الإيه؟ في الهمز. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل. وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتمى. تحدث الناظم رحمه الله على الوقف على ما آخره تاء تأنيث، وقد سبق بعضه. قال: في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل، يعني فاطمة، فاطمة نقول إيه؟ فاطمة. إن لم يكن بساكن صح وصل، بشرط ألا تسبق بساكن، مثل كلمة بنت وأخت، دي نقف عليها بالتاء لأنها مسبوقة بإيه؟ بساكن. لكن قائمة وراضية كل هذا نقف عليه بالإيه؟ بالهاء. قال: وقل ذا في جمع التصحيح، يعني مسلمات ومؤمنات نقف عليها بالإيه؟ بالتاء. ويجوز مسلمة مؤمنة، ولكن هذا قليل. وما ضاه، يعني وما أشبه هذا الجمع، مثل كلمة هيهات، هيهات لما توعدون. الأصح نقول هيهات في الوقف، ويجوز هيها. قال: وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاه، يعني وما أشباهه، وغير ذين بالعكس تام. إذن الوقف على تاء التأنيث، إما أن نقف بالتاء. متى نقف بالتاء؟ تعالى في الأفعال، فعل الماضي، قامت هند، قامت، نقف بالإيه؟ بالتاء قولا واحدا، هذه تاء تأنيث. المفرد الذي قبله ساكن صحيح، مثل كلمة بنت وأخت، ونضيف إليها كلمة بيت، وإن كان بيت طبعا التاء ليست للتأنيث، أنا أضيفها للتوضيح، لبيت وكلمة ملكوت ورهبوت وجبروت، كل هذا يكتب بتاء الإيه؟ المفتوح. هو يتحدث هنا على تاء التأنيث، فخاصة كلمة بنت وأخت، وإن كانت التاء هنا هي عوض عن الإيه؟ المحذوف. قال: وجمع المؤنث وشبهه، مثل هندات ومسلمات ومؤمنات، الأصل نقف عليها بالإيه؟ بالتاء، وقل من يقف بلا. وكلمة أولات دي يشبه ملحق بجمع المؤنث، وهكذا كلمة هيهات، وهيهات اسم فعل بمعنى بعودة، ويقف عليها الأصل بالتاء ويجوز الهاء. هذا هو ما يقف عليه بالتاء. وقال: يوقف بالهاء على ما عدا ذلك، نحو فتاه وفاطمة وحمزة إلى غير ذلك. إذن نقول: قل الوقف، هذا أمر مهم، قال الوقف على المفرد بالتاء، وهذا ما بقي في هذه البلد الطيبة الطيب. يقول: الصلاة، الزكاة، هذا صحيح ولكنه إيه؟ قليل. قل الوقف على المفرد بالتاء، نحو فاطمة، ممكن فاطمة ولكنه قليل، أو الصلاة، الزكاة، وهذا قليل. وعلى جمع التصحيح مثل هندات ومسلمات، الأصل نقف بالتاء وقل أن نقف بالهاء. وكذا جمع التكسير، جمع غلام غلمة، فقل غلمت. في القرآن الكريم هل ورد ما يدل على ذلك؟ ورد في قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، بسورة إيه؟ المؤمنون، هيهات هيهات لما توعدون. وقف البز والكساء بالهاء،
قال هيهات هيهاه. إذا وقف على هيهات تقول إيه؟ هيهاه. وإذا وصل أثبت الإيه؟ التاء. وعندنا في التجويد باب اسمه الوقف على مرسوم الخط عند بعض القراء مثل رحمة ومعصية وامرأة، فنقف عليه بمرسوم الخط. فبعض الناس يعتقد هذا أمر غريب، هذا ورد عن العرب، كانوا يقفون على المفرد المنتهي بالتاء بالتاء وإن كان قليلا، ولكن له وجه. لذلك بعض القراء يقف بالهاء وبعضهم يقف بالتاء. طيب، من الوقف بالتاء على المفرد ما ورد عن العرب قول بعضهم يا أهل سورة البقرة، يعني يا حفاظ سورة الايه البقرة. فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آية، أنا حتى لا أحفظ منها إيه. فرجل يقول يا أهل سورة البقرة، فقال المجيب ما أحفظ منها ولا آية. فوقف الأول بالتاء على البقرة، قال بقرة، والثاني على كلمة إيه، وهذا نص منقول فصيح. ويجوز الوقف بالتاء المفرد في القوافي إلي أبو ماضي وهو يحتج بشعره، إنما ذكرته للتمثيل. قال قصيدة جميلة: مات النهار ابن الصباح، مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات. مات أصل يقف على بالتاء. إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة، فدع الكآبة والأسى واسترجعي مرح الفتاة. التمثيل هنا الفتاة والحياة، وقف بالتاء الايه الساكنة ولم يقف بالهاء، قلنا هذا قليل. لذلك عندما الناس يقولون الصلاة والزكاة هذا ما بقي من الفصاحة يعني. ونقتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا.